وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن في يوم الخميس في ظهيرته ل19 خلونا من شهر ذي الحجة الحرام لعام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسألتني أخي في الله وفق الله وإياك الخير يا الدنيا والآخرة أن لديكم أحد الناس وفق الله يا أهل خير الدنيا والآخرة يقوم بعمل مقاطع مرئية لبعض الإخوة القراء سددنا الله وإياهم، ثم أنه يخلطها ببعض المشاهد التي ليست في التلاوة، بمعنى أنه مثلا قرأ في عشائية أحد الأيام فيجمع معها صورا أخرى ومقاطع أخرى لليالي رمضان أو لليالي أخرى ليست تقصد بهذه الليلة، فهل يكون في ذلك تدليس أو يكون في ذلك كذب؟ لا شك أن نعم يكون في ذلك تدليس ويكون في ذلك كذب ويكون في ذلك غش على الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لما دخل السوق كما عند مسلم فأصاب صبره طعام فيها ماء، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق من غش فليس منا. وهذا من الغش، وهذا الفعل أيضا فيه من التدليس وفيه من أيضا النظر إلى الرياء والسمعة حتى يقال انظروا إلى هذا الجمع الغفير وهذا الجمع الكبير من المصلين الذين يصلون خلف فلان وخلف فلان في هذه الصلاة. وهذا الذي اضطر إلى ذلك هو الذي جعل أن مسألة التصوير تنافي مسألة الإخلاص، وهذا ما كان يعرف عند السلف، وإنما نبتت هذه النابتة في الأزمنة المتأخرة في خلال العشر السنوات الأخيرة مع وسائل التواصل التي انتشرت من الإنستغرام واليوتيوب وتويتر والفيسبوك وإلى غير ذلك. فقام مجموعة من الناس بإدخال الكاميرات إلى داخل المساجد فبدأوا يصورون الأئمة وهم في صلوات التراويح وهم في غير ذلك، ثم يخلطونها بأشياء أخرى فتجد يدخل الرياء إلى ذلك وطلب السمعة حتى يفسد على الإمام نفسه خشوعه وخضوعه لله تبارك وتعالى. مسألة الإخلاص مسألة عزيزة كان السلف يبحثون عنها أيما بحث سبحان الله، حتى يقول ابن القيم رحمه الله أعمال القلوب هي الأصل وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح ماتت. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. كلام ماتع وكلام جميل. حتى شخص من تيمية يقول والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب، فإن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا خبثت جنودهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة. والعز بن عبد السلام يقول الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. انظر الكلام هذا، فلما تخلط هذه المشاهد مع بعض ماذا تريد؟ تريد النفع وتريد الاشتهار، شوف فلان هذا كيف يمنتج، شوف كم هذا يصلي وراءه، وتريد يكون في سبسكرايب ويكون في اشتراكات وتكون اليوتيوبرز تشانلز القناة التي لك ترتفع ويؤتى من ورائها. سهل بن عبد الله التستري يقول الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة ليس للناس. ولذلك يعني كثير من الأئمة يعني سبحان الله يعني أصبحوا يجملون صلاتهم، يستدرون البكاء، يستدرون الخشوع، لأن معروف أن في كاميرا. حتى أصبح بعض الناس والله منظر رأيته بعيني، إنسان جلس يتجول مع الكاميرا وهو في الصلاة. وأخي الحبيب الغالي سأرسل لك هذا المقطع لترى بعينك كيف أن هذه الكاميرا أرسلت على الناس ما هم فيه. ولما كنا ندعو لتجنيب ذلك لأمر التلاوات كان الناس يثربون في هذا الأمر، لكن اتسع الخرق على الراقع وصارت الصحة وصارت الخضراء وبلاقع، ونشر الناس السم الناقع من حيث يدرون أو لا يدرون. يقول العلامة الهروي رحمه الله يقول الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، وقيل الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوق. ماذا تريد من الناس؟ لايكات وتعليقات وكومنتات، ماذا تستفيد من كل هذا؟ ولذلك لو أن يقول ابن عمر وددت لو أني أعلم أن لي عمل متقبلا فيني، سمعت الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين.
والتقوى هي إخلاص، هي إخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول بعضهم المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. انظر، أعيد هذه الفائدة، قال لك المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، يقول ما يقول. ولذلك قيل ما هو التواضع؟ خالد قال أن يستوي المدح والقدح عندك، ما يهم من اللي يتكلم يتكلم، اللهم إن صح منك ليتك ترضى والحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عنه وبيني وبين العالمين خراب، اللهم إن صح منك الود فالكل هين فكل ما على التراب تراب. قال ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عملهم. وسئل الإمام التستر رحمه الله أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، هذا من عند الله عز وجل سبحان الله. ويقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. الله أكبر، انظروا. ولذلك هذا هو الصفاء. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال في العبادة؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ولذلك نقول لإخواننا الفضلاء يا أحبابي اتركوا هذا الأمر وفق الله وإياكم. شيخ بن باز رحمه الله يقول لا مانع منك في فتاوى، لا مانع انك تتصور مثلا مؤتمرات ندوات خطب دروس للفائده والنفع منها، لكن الصلاه ماذا يستفيد الناس منها؟ الناس يريدون يسمعوا التلاوه. وشيء جميل يقول الشيخ السعدي رحمه الله في قول ربنا عز وجل واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، قال الله عز وجل جمع في القران خاصيتين لم يجمعهما في غيرهما، إذا قرأ فاستمعوا وأنصتوا، قال والإنصات تفريغ القلب والسماع تفريغ الأذن، وهذا لا يأتي من شغال العين. انظر إلى الكلام الجميل. فأنت الآن بتكون شغال كاميرا جالسة تصور، أين الاستماع والإنصات؟ لن يكون هناك استماع وإنصات. ولذلك نقول لإخواننا الفضل الذين ينتجون مقاطع حتى من غير ما يجيبوا صور القراء، لكن يجيب لك جبال وأمطار وأعاصير وزلازل، نقول يا إخواني هذا ما يسوق مع القرآن، ما يسوق مع القرآن. اجعل أخي تلاوة القرآن فقط تسجيل للتلاوة فقط، يكون أمامه الآيات فقط، ما تكون مناظر طبيعية ينشغل الإنسان بها، فلا يستمع ولا ينصت، لأن القلب لم يتفرغ والأذن لم تتفرغ. ليه؟ لأن العين منشغلة. فلذلك يعني نرضى بإخواننا من مثل هذا. لكن الشباب عفى الله عنه وعنهم للأسف يعني الشديد لا يستمعون لهذا النصح ولا يأخذونه بهذا الباب، فيضطر بهم ذلك يا إخوان الكرام الفضلاء. أنه ماذا يفعل عنده؟ ليضطر به ذلك ساك الله خير أنه يبدأ يدلس في مثل هالمقاطع، يدخل فيها من ليس منها، فيكون قد دخل في الكذب من حيث يدري أو من حيث لا يدري. ولا شك أن الأخ الفاضل جزاه الله خير وشكر الله لهم أنه ما سأل إلا من باب أنه يريد أن يعرف الحق. ولذلك قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلذلك وجدها أنها لها في صدره خدوش، لها في صدره خدوش سبحان الله. ولذلك سأل في هذا الأمر أنه لم يسترح لها نفسه لديانته ولحسن خلقه. لا نزكي على الله، نسأل الله التوفيق والسداد والسلام للجميع. فاحذروا يا أخواني دقائق الرياء وخفاياه، واحذروا السمعة، واحذروا العجب، واحذروا مثل هذه الأمور. ولذلك سبحان الله الرياء هذا أخفى ما يخشاه الناس، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الرياء. فلذلك ننتبه لمثل هذا الأمر. الآخر من النواحي الشرعية سبحان الله أن هذا الذي سيصور إما بكاميرا إلكترونية أو بكاميرا محمولة فيتأخر عن الصلاة من أجل أن يصور مقطعا، نقول والله لا يعدل شيء أن تدرك الصلاة حتى وإن كانت نافلة. يقول لك يا أخي تراويح ما هي مشكلة، حتى لو تراويح يا أخي أين هل أتاك من الأجر أنك لو جلست تصور يغفر لك؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى معي يوم حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وإن كانت صلاة فريضة تترك الفريضة لكي تصور، ماذا تستفيد؟ وش الفائدة؟ ما يعدلك شيء أكل. يا أخي الأخ الكريم الفاضل ما أذن لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة إلا لخوف شديد. انظر في الصحيح لعمرو بن أم مكتوب إن رجل نائي الدار شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوم والسباع وليس لي قائد يلائمني، قال النبي أتسمع النداء عليه الصلاة والسلام؟ قال فأجب.
وليست الأمور التصوير من الأعذار الشرعية التي تمنع عن حضور الصلوات والجماعات أبدا. بل نسأل الله اذكر يعني انظر قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية. النبي عليه الصلاة والسلام يا أحبابي كان يترك عائشة نائمة ويقوم يصف قدمي، قال فقدت النبي في الصحيح يوما فقمت حتى حسست فوجدته ناصبا قدمي يقول الله من عوذ بالله من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، يبكي عليه الصلاة وأتم التسليم، حتى من زوجته يستخفي في أداء الصلاة، فكيف تأتي بالكاميرا بمثل هذه الأمور؟ الأمر الذي أيضا يضيف لذلك من انصراف القلوب ومثل هذه الأشياء أن الشريعة أتت بأن كل ما يصرف الذهن والقلب في الصلاة محرم ومكروه. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث أنس كان عائشة عندها قرام في تصاوير سترت به فقال هذا ألهاني في صلاتي فقطعته وأزالته وهتكته. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة المتفق عليه في قصة أنبجانية أبي جهل لما كان النبي صلى في ثوبه أعلام فلها علها عن الصلاة فقال خذ هذا وأتوني بأنبجانية أبي جهل. يعني انظر سبحان الله، يعني مجرد شيء لابسه وفيه أشياء وأعلام وخطوط ألهاه عن الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا من يدافعه الأخبثان. فانظروا لكل هذا ليه لكي يأتيك تأتي للصلاة وأنت مفرغ الذهن تماما. ولا شك أن التصوير هذا أعظم شاغل وهذا لا ينكره أحد من الناس. ولا يقول قائل طيب الحرمان وما نقول الحرمان هذا أمرهم أمر خاص، الحرمان هذا أمر خاص أيها الكرام الفضلاء، وهذا ترتيب من ولاة الأمر وفق الله يملك كل خير. أما المسجد أنت الذي ترتب ذلك وأنت الذي تستطيع أن تمنع ذلك وليس فيه مصلحة. أما الحرمان مكة والمدينة تتشوق الناس للرؤية وتشتاق إليهما، وكم من أناس أسلموا عن طريق هاتين القناتين قناة مكة وقناة المدينة رحمه الله الملك عبد الله الذي قام بتأسيسهما ووفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل خير وكل ذنب. فننتبه لمثل هذا يا إخواني، نحن أطلنا النفس قليلا في هذه الإجابة لكي نوضح عظم هذا الأمر ولعل الناس أن ينتهوا عنه وأن يتركوه. وهذا وضح لكل ذي لب ولكل صاحب عين ولكل من يطلب الحق أن هذه الأمور لا تسوغ ولا تصح. صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.